تحية رياضية مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. تغلب المنتخب البحريني على منتخب سوريا بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة دولية ودية بكرة القدم، استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا. أهداف صاحب الدار سجلها كل من إسماعيل عبد اللطيف الهدفين الأول والثاني، ومحمد مرهون الهدف الثالث، فيما سجل محمد عثمان هدف سوريا الوحيد من ركلة جزاء. ومن المقرر أن يخوض منتخب سوريا ثاني تجاربه الودية في الفترة الدولية يوم الثلاثاء المقبل بملاقاة نظيره الإيراني في طهران، فيما يستضيف المنتخب البحريني في المنامة المنتخب الأردني، ويلعب منتخب سوريا بالمجموعة الأولى إلى جانب كل من الصين والفلبين والمالديف وغوام. خطيرة من داخل منطقة الجزاء، محمد مرهون يسجل الثالث. مشاهدينا، لمناقشة استعدادات منتخب سوريا للرجال الاستحقاقات المقبلة وواقع الكرة السورية عامة، ينضم إلينا من آخن الألمانية الكابتن أحمد وفا شعار المدرب والمحلل الكروي، ومن دمشق الكاتب والصحفي الرياضي محمد الخطيب. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام على شاشة قناة اليوم، وأبدأ مباشرة من آخر مع الكابتن أحمد. كابتن أحمد، واقع الكرة السورية لا يطمئن وهو هم واهتمام كل الرياضيين. مساء الخير لكم. مساء الخير. عكس تطور الكرة السورية من فترة طويلة، نحن عم نعاني منه، عم نتأخر كثير لنلحق التطور اللي عم يصير بالفرق وبكرة القدم خاصة. الفريق كان كتير سيء لدرجة انه يعني الكل تصور انه منتخب بحرين نحن الحياة التقينا معه بحدود 26 مرة، فزنا 14 مرة وتعادلنا 8 وفزوا 4 مرات. النتائج كانت السابقة كلها بتعكس انه الفريق البحرين عم يطور حاله، وبالتالي صار يفوز علينا نحن صرنا نخسر معه. الفريق بشكل عام او الكرة بشكل عام تعاني، وهذا الشيء بيتطلب خطط كثيرة، بيتطلب جماعي ومنظومة عمل جماعية. اللاعبين لم يكونوا جاهزين بقدر الكافي، دورينا لا يفرز لاعبين جاهزين لخوض مباريات التصفيات والتأهل إلى تصفيات كأس العالم. نعم، أتحول إلى دمشق مع الكابتن محمد. كابتن محمد، الشوط الأول كان مقبول أداء ونتيجة بالنسبة للمنتخب، لكن في الشوط الثاني تغير كل شيء، استحوذ المنتخب البحريني على كل الطرق المؤدية إلى المرمى، وحتى تبديلات المدرب نبيل معلول لم تأتي أكلها. مساء الخير أستاذ عبد الجبار لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكابتن أحمد وفا. بداية أخالفك الرأي، الشوط الأول كان كسابقه، يعني لم يكن جيدا المستوى من المنتخب السوري، يعني مع بداية المباراة تعرضنا لهدف مبكر من ركلة جزاء، كان التعويض أيضا من ركلة جزاء من عبد الرحمن بركات، بينما كنا تائهين طوال مراحل الشوط الأول، لم نهدد مرمى المنتخب البحريني، لم يتم نقل الكرة بشكل جيد بين الخطوط على عكس المنتخب البحريني الذي نقل الكرة بشكل جيد. تكتيك المدرب البحريني كان أقوى وأفضل من المدرب نبيل معلول، تبديلاته كانت موفقة أكثر. يعني نحن هناك ألف إشارة استفهام على تشكيلة المنتخب السوري، نبدأ يعني من ناحية الخط الدفاع، يعني عمرو ميداني لاعب الاتحاد السكندري لم يشارك مع فريقه الاتحاد منذ 3 أشهر في أي مباراة، فكيف يلعب 90 دقيقة كاملة؟ لا يوجد تجانس كان أبدا بين فارس أرناؤوط وعمر ميداني. بالإضافة أنت كيف تذهب إلى معسكر مباراتين وديتين وليس معك ظهير أيمن؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. على خط الظهير الأيسر مؤيد عجان وخالد كردغلي، مؤيد عجان لم يلعب منذ فترة طويلة مع فريق الوحدة، بينما خالد كردغلي كان يلعب بشكل مستمر ولم ينقطع على فريق تشرين. ضعف الخط الدفاعي وعدم التجانس في الخط الدفاعي كان واضح تماما في المنتخب السوري، لذلك هذا الشيء انعكس سلبا على باقي الخطوط، كان عدم هناك قدرة على نقل الكرة، محمد عثمان يلعب في مركز غير مركزي بالإضافة إلى محمد مرمور وكامل حميشة، بالإضافة إلى إشارة استفهام على خط الهجوم، وجود اللاعب
محمود البحر وهو هداف الدوري السوري والذي يتألق مع فريق بالإضافة إلى مارديك مردكان على دكة البدلاء، بينما كان الإشراك لعبد الرحمن بركات ومحمود الموس. نعم كابتن محمد، يعني صاحب هدف التعادل لسوريا هو محمد عثمان وليس عبد الرحمن بركات. عبد الرحمن بركات أتوقع تسبب في ركلة جزاء، وما قصدته أنه في الشوط الأول بادلنا المنتخب البحريني الفرص والهجوم، في الشوط الثاني غاب فعالية المنتخب السوري تماما عن منطقة العمليات. أعود إلى الكابتن أحمد وفا. كابتن، يعني لماذا المدرب غير مقتنع باللعب المحلي؟ طبعا اللاعبين المحليين او بشكل عام الدوري السوري لا يفرز هذا الكم الهائل من المواهب. بطبيعه الحال نحتاج الى منظومه عمل جماعيه. يعني اليوم انت لما بيكون دوري قوي وتكون النتائج المدربين عم يشتغلوا صح مع اللاعبين، وبالتالي لما يصل اللاعب لمعسكر المنتخب السوري المفروض انه يكون جاهز فنيا وجاهز بدنيا وجاهز ذهنيا وحاضر في كل مجريات اللعب. اليوم نحن بنستعان بالخبرات الفنيه، إن كان المدرب معلول أو أي مدرب تاني آخر، هو مسؤول فقط عن التفاهم والتجانس بين اللاعبين. نحن لاعبيننا غير مؤهلين لخوض هيك مباراة. غياب التفاهم والتجانس بين الخطوط الثلاثة، هذا واجب المدرب الحاضر والغائب بأن واحد. في مواهب عندنا كثيرة تحتاج إلى صقل، ولكن ليس في معسكرات المنتخب وليس في من خلال إجراء المباراة الدولية. المواهب يجب أن تصقل في الدوري، وبالتالي تجهيز اللاعب أولا من خلال معسكرات دائمة وعدم انتظار معسكر أو معسكرين خلال سنة كاملة، هذا يعكس سلبا على نتائج الفريق. أهم شيء يكون في لجنة من خبراء، نحن نمتلك خبراء فنيين كثيرين، يجب أن يكون هناك انتقاء وتقييم اللاعبين، وبالتالي نستعين في لاعبين دوليين سابقين وفي خبرات عندنا كثيرة في الانتقاء. لاعب الدوري السوري غير مؤهل للعب في مباريات دولية. لاعبين المحترفين أثبتوا جدارتهم لأنهم يتعاطون مع فكر مدرب تدريب حرفي. كل اللاعبين المحترفين خارج سوريا يستفيدون من الخبرات الدولية. نحن عندنا مدرب استعنا فيه لمدة سنة وحضر خلال أسبوعين أو معسكرين حضر، ما هو جاهز للانتخاب بشكل عام او لتطوير اللاعب. اللاعب فيه موهبه، نحن في عندنا مواهب. نحن لما اذا رجعنا للمباراه بنشوف اللاعبين عم بيلعبوا بخط واحد. هذه لما انت تكون تلعب على خط واحد لازم يكون عندك لاعبين ارتكاز جيدين ومتفاهمين، وبالتالي الاظهره كمان لازم تكون على مستوى الهجوم والدفاع تؤدي مهامها بشكل صح. نحن شفنا الظهيرين دوما في غير منضبطين في مراكزهم، عم نشوفهم احيانا في منتصف الملعب، احيانا بنشوفهم بعكس الجهات اللي عم بيلعبوا فيها. هذا الشيء أثر سلبا على أداء تكتيك وتكنيك الفريق، وبالتالي كنا ضائعين وتائهين في الملعب، في بطء في التحركات، بالانتشار، بالتمركز، والأهم أن الحالة الذهنية اللي لازم يشتغل عليها المدرب كانت غائبة تماما. العامل النفسي كان غائب تماما. شفنا فريق تائه بلا هوية. أول مرة بنشوف المنتخب، صحيح لسنا مثل الفرق المحترفة، ولكن هناك تلعب الرجولة والأداء، ودوما نرتقي إلى مستوى الأقوياء. ولكن هذه المباراة أثبتت عقم الأداء وعقم الخطط التي وضعها المدرب، ونعذرهم إحنا المدة غير كافية. يعني إحنا نعطي الحجة إنه المدة ما كافية لصقل وتجانس وتفاهم بين اللاعبين. نعم كابتن محمد، يعني المدرب قبل السفر إلى البحرين وصف الدوري السوري بأضعف دوريات دول الجوار، وقال أن اللاعبون يتعمدون إضاعة الوقت بتمثيل الإصابات وهو ما يضعف التركيز. يعني المدرب غير مقتنع بالحالة الفنية وحالة اللاعبين المحلية، ما الحل برأيك؟ اول شيء بدي بحب نوه على موضوع. اول شيء انا اعتذر على الخطا اذا قلت انه محمد عثمان هو من عبد الرحمن بركات هو من سجل، ولكن كنت اقصد ان محمد هو من تسبب بركله الجزاء. في ثانيا يعني لست ادري يعني سبب التصريحات في البدايه. الاتحاد كره قدم لم يقصر مع الكابتن نبيل معلول. الكابتن نبيل معلول متعاقد مع الاتحاد السوري منذ الشهر الثاني لعام 2020 وهو لم يستمر اقامته في سوريا أكثر من شهرين. يعني المدرب نبيل معلول لا يأتي يشاهد الدوري السوري، لا يأتي ولا ويحضر مباريات الفرق، لا يأتي ويشاهد اللاعبين عن كثب. كان هناك أمر يعني مغلوط، وعندما قال أنا أشاهد إحصائيات اللاعبين عبر موقع إنستات، وهذا الشيء كان غير صحيح، لأن آخر مباراة كانت موجودة على موقع إنستات هي حطين والكرامة في الموسم الماضي. عندما نقول أن الدوري السوري هو دوري ضعيف بالنسبة لدول الجوار فهذا الكلام غير صحيح. الدوري البحريني ليس أقوى من الدوري السوري، ولكن منتخب البحرين هو من بدأ أقوى من المنتخب السوري.
واقع اللاعب المحلي، عدد كبير من اللاعبين المحترفين بالخارج عادوا إلى الدوري السوري واحترفوا وعادوا إلى أنديتهم. إذا تريد محمود البحر كان في قطر وعاد صحيح. إلى جبلة، عبد الملك عنيزان كان في قطر أيضا وعاد إلى نادي حطين، وكثير وائل رفاعي مارديك مارديكان وغيرهم الكثير من سائر كروما، يعني كل هذه الأسماء عادت إلى سوريا. هناك مستوى اللاعب السوري دائما هو خامة مميزة سواء كان محلية أو محترفة، ولكن طبيعة الأقلية تختلف بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف. برأي اللاعب نبيل معلول إلى المدرب نبيل معلول عفوا اليوم لم يعرف كيفية التعامل مع اللاعب السوري، لم يستطع إيصال أفكاره إليه، وذلك بسبب عدم وجود مساعد وطني في الكادر الفني. يعني كان الكابتن أضرار هو الرداوي هو المساعد الوطني للكابتن نبيل معلول، ولكن إذا رأينا كادر المنتخب بالكامل هو تونسي بالكامل هو من كادره، ولا أحد منهم يبقى في سوريا خلال فترة الدوري سواء كان مساعد المدرب أم إحصائي النتائج أم المدرب نفسه، وبالتالي سيكون تواصل صعب بين اللاعب والمدرب. برأيي التجمع كما قال الكابتن أحمد قبل قليل، مهمة الكابتن نبيل معلول هي خلق الانسجام بين اللاعبين، ولكن خلق الانسجام بين اللاعبين لا يحدث بين يوم وليلة، بحاجة إلى معسكرات طويلة الأمد، بحاجة إلى معسكرات عن توقف الدوري، بحاجة إلى معسكرات خلال فترة الراحة للاعبين المتواجدين إن أمكن. لا أقول أنا أن اللاعبين يتركون أنديتهم ويتجهون إلى سوريا، بالتأكيد هذا لن يحصل، ولكن اللاعبين المتواجدين في سوريا خلال فترة توقف الدوريات يجب أن يكون هناك معسكر، ولكن إذا أتوا اللاعبين المدرب لا يأتي. يعني هناك مشكلة واضحة عند الكابتن نبيل معلول، اليوم بعد 3 وديات لم نرى المنتخب بالصورة التي كنا نراه عليها. منتخب سوريا في عام 2017 وصل إلى النقطة الأخيرة في التصفيات الآسيوية، في التصفيات مع الكابتن فجر إبراهيم كان المنتخب يحصد العلامة الكاملة. اليوم منتخب سوريا في مأزق كبير، يعني خسارة من البحرين يوم الثلاثاء، مباراة مع إيران ليس بالمنتخب السهل، في مأزق كبير. نحن أمام تصفيات، ليست المشكلة في تصفيات الباقية من المجموعة الآسيوية، ولكن المشكلة ستكون في الدور الثاني. سنواجه منتخبات قوية، سيكون هناك إيران والسعودية والإمارات والعراق وغيرها. إذا كان المنتخب السوري في هذا الأداء فنحن أمام مشكلة حقيقية، وأتوقع أننا نتجاوز المباريات الأولى من هذا الدور. نعم كابتن أحمد، فعلا مثل ما تفضل زميلنا محمد، يعني الكادر الإداري والفني في وادي واللاعبين في وادي، يعني هو بعيد عن سوريا. كل الكادر الإداري والفني المرافق للمدرب معلول متواجد في تونس، كيف سيتابع الدوري المحلي؟ عن طريق التلفاز أو عن طريق التلفزيون أو الشاشات؟ كابتن، تدريب ليس هو مجرد تتابع الفريق من بعد أو تنزل تدرب الفريق. التدريب هو منظومة عمل جماعي تبدأ من المدرب ومن الكادر التدريبي بشكل عام، يجي مراقبة اللاعبين ليس فقط الملعب، مراقبة تمارينهم في التمارين والشغل على النقص الذي يحتاجه اللاعب ويطور الحالة الفنية، فقط الحالة الفنية يركز على الحالة الفنية وعلى الحالة الذهنية وعلى الحالة النفسية. المدرب ليس مسؤولا طبعا تماما عن الحالة البدنية، اللاعب لازم يكون جاهز لما بيجي على معسكر المنتخب. اللاعبين الأوروبيين يستدعوا قبل أسبوع أو أسبوعين من المباراة يكونوا جاهزين فنيا. نحن لاعبنا مثل ما قال الكابتن محمد خطيب، نحن لاعبين متميزين ونمتلك مواهب، وهناك تطور بشكل خاص اللاعب بشكل فردي، ولكن نحتاج إلى منظومة تطوير العمل الجماعي. نحن بحاجة لوضع خطط تنظم حرفية ومهارة اللاعبين في الملعب، نحتاج إلى كادر كبير ومنظومة عمل جماعي تشتغل على الفريق، تراقبه حتى نفسيا، تراقب تمارين، تراقبه وهو في بيته. اليوم عم نشوف نحن اللاعبين الأوروبيين لما راح يسافروا لمنتخباتهم عم يهيئون الفنادق، بيهيئون الأجواء المناسبة، بيهيئون وهن بعيدين عن فريقهم الأصلي، عن فريقه الأصلي الذي يلعب معه. نحن هون اللاعب عم بيترك الفريق بيطلع يعني تجديد على رفقاته. اليوم انت بدك تلعب بالملعب وترتاح، لازم تكون تعرف طريقه اللعب اللي عم يلعب جنبك، تعرف الطريقه اللي بيرتاح فيها باستقبال الكره. نحن اليوم كان في بطء جد كثير في التحركات والانتشار. نحن اليوم ببدا من خط الدفاع سيء، كان لبعض الحدود ما في مراقبه بشكل عام، حتى دفاع المنطقه تجاهلناه ابدا، ما بنعرف نطبق اي خطه في حال الفريق في حال انضغط علينا على حامل الكرة. نحن الأهداف الثلاثة اللي أكلناها هدفين منهم كان الضغط على حامل الكرة، ضغطونا في نص ملعبنا ما عرفنا شنو نقدر نخرج الكرة من نص من وسط الملعب. حاليا عملية التطوير تتطلب جهد من الجميع وليس من المدرب معلول، ربما المدرب معلول قصر في بعض الأحيان
ولكن يجب أن يكون هناك كادر موجود في سوريا يتابع اللاعبين ويتابع ويستخدم على الأقل كل أسبوع تمرينين يجيد التفاهم بين اللاعبين ويجيد رفع الحالة المعنوية والفنية والمهارية للاعبين ويضعهم في الخطط التي تطرح اليوم. نحن عم نلعب في خطط أوروبية، عم نشاهد دوريات أوروبية موجودين في أوروبا، عم نشاهد خطط يعني إذا تطبق على الفريق السوري مثل ما شفناه يمكن ما طلع بالشوط الأول إلا وبجعتك 6-7 أهداف على هذا الدفاع الموجود أو خط الوسط الذي لم يكن قادر على وصل الخطين بين الدفاع والهجوم وغير قادر على الاشتياس أو صناعة أي محاولة. عم نشوف أي هجمة تبنى من خلال باص أو وصل، حتى معنا يعني باصات ترتد إلى الخلف وتحاول أن من جديد حلول كانت سريعة جدا لتحقيق الهدف، وهذا كتير كتير بيتعب الفريق وما بيطور من حالته الهجومية ولا من صناعة الفرص لتحقيق الهدف. نعم كابتن محمد، فشل المنتخب في اختبار البحرين الودي، طبعا المنتخب الآن في طهران استعدادا للمباراة الودية الثانية مع المنتخب الإيراني القوي والمدجج بعديد النجوم، لكن السؤال لماذا اختار الكابتن نبيل معلول في حراسة المرمى الطاها واستبعد إبراهيم عالمة الحارس المعروف والمشهور؟ بداية يعني نحن أمام اختبار صعب بكل تأكيد، هو أمام المنتخب الإيراني، منتخب ليس بالسهل يملك خط هجوم قوي، يعني سردار آزمون، مهدي طارمي، سردار آزمون مهاجم زينت بطرسبورغ الروسي، مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، كريم أنصاري مهاجم آيك أثينا اليوناني، وألي هارسون يوميتش مهاجم زوريا لوهانسك الأوكراني، يعني خط هجوم مرعب للمنتخب الإيراني بالإضافة إلى خطوطه المتكاملة بشكل عام. اختيار طه موسى لا أعلم، يعني هناك مباراتين وديتين في المرحلة الماضية أمام أوزبكستان، ومباراتين الوديتين عفوا في المرحلة الماضية كان هناك إشراك لإبراهيم عالمي أمام أوزبكستان، والمباراة الثانية كان هناك إشراك لطه موسى، كان لابد من إشراك أحمد مديني الحارس الأفضل اليوم في الدوري السوري أو شاهر الشاكر الذي لم يتم اختباره، فهو في المعسكر يتم استدعاء على عكس كل المنتخبات، نحن مستدعون 4 حراس للمرمى، يعني على عكس كل منتخبات العالم إذا كان استدعاء 4 حراس ولم يشارك إلا حارسين فهنا ليس أي داعي لاستدعاء الحراس 4، يجب أن يكون هناك حارس ثابت، الحارس الذي يعتمده مدرب الحراس في التشكيلة الرسمية يجب أن يكون متواجد في المباريات لأنه هو سيكون المتواصل مع خط الدفاع بشكل كامل. هذه في البداية، في الحيثية الثانية واختبارنا الثاني سيكون صعب وصعب جدا، يعني منتخب الإيراني متطور جدا قوي جدا، أعتقد أنها فرصة، يعني أكيد بكل تأكيد الموضوع عند اتحاد كرة القدم والمعنيين بهذا الشيء، ولكن نحن أنا أتحدث معك اليوم كجمهور سوري، نحن انتظرنا على المدرب نبيل معلول 3 مباريات لم يظهر منتخبنا بصورة إيجابية، نحن لا نطالب في الوديات بكل تأكيد يعني أن نحقق الفوز بنتيجة كبيرة، ولكن عندما يكون هناك الأداء ولا يكون النتيجة الإيجابية بكل تأكيد سنصفق للمنتخب السوري ونصفق للمدرب وللاعبين، ولكن عندما لا تجتمع معادلة الأداء ولا معادلة النتيجة فهناك مشكلة حقيقية. اختبارنا صعب حقيقي ومهم جدا، استفادة من هذه المباراة مع المنتخب الإيراني، ولكن شخصيا أتوقع هي الفرصة الأخيرة للكابتن نبيل معلول ليبرهن للجماهير السورية أن المنتخب بخير، أن المنتخب بحاجة لبعض الوقت، أنه يجرب بشكل كبير، بالإضافة إلى ضعف الخروج إلى يعني وسائل الإعلام بشكل كامل، يعني بعد مباراة البحرين إلى اليوم لم يخرج أي تصريح من كادر المنتخب أو لاعبي أو مدير المنتخب أو أي شيء يضعنا في حالة المنتخب، يضعنا في الخيارات السابقة، يضعنا سبب ما حصل في المباراة الماضية، يعني كما قلت لك مباراة لن تكون سهلة أمام المنتخب السوري. نعم فعلا كابتن أحمد، يعني الأحجام عن الظهور الإعلامي وتبرير حالة المنتخب، يعني المنتخب يمثل كامل سوريا، لماذا لا يظهر نبيل معلول إلى الإعلام ويبرر الخسارة وطريقة تلافي الأخطاء في المواجهة القادمة، وطبعا هم واهتمام كل رياضي سوريا ينصب في متابعة هذا المنتخب. المشكلة إنه المباريات والوقت كتير ضيق، يعني هم ما فاضين يصلحوا لأن النتائج سيئة، لأن إحنا مشكلتنا ما في تصريحات، مشكلتنا العالم الملايين السوريين شاهدوا الأداء
صدموا من هيك تقديم مستوى للفريق. كنا بحاجة، كل السوريين بحاجة لفرحة من خلال مشاهدته لمنتخبنا. الناحية الإعلامية في لجنة إعلامية مسؤولة عنها، بعتقد إنه ما بيصرحوا لأني فعلا فاشلين وسببوا الفشل لجميع الناس المتابعين لهم. يجب أن أكون أنا أتمنى على اتحاد كرة القدم أن يكون هناك معسكر دائم. نحن اليوم الدوري راح ينتهي قريبا، يكون في معسكر دائم للاعبين، معسكر دائم يصنع الكثير. نحن بحاجة إلى معسكرات دائمة، لسنا بحاجة إلى معسكرات تجيب اللاعبين. أنا مثل ما سبق وقلت، نحن ما لاعبين ما مؤهلين يجوا يلعبوا مباريات دولية أو مباريات تصفيات وهن عم يلعبوا الدوري السوري. الدوري السوري فعلا صحيح إنه هو جيد ومستوى مثل ما قال زميل محمد أفضل من البحرين، ولكن الحالة البدنية دوما نحن بالمية خمسين. أنا بعتقد إنه نحن ما وصلنا إلى الحالة البدنية اللي تخليك تلعب مباراة دولية. المفروض يكون في لجنة إعلامية مسؤولة عن انتقاد وتصحيح المسار للمنتخب. طبعا المدرب معلوم أنا ضد إنه يستمر، لأني فعلا أثبت المدرب المحلي السابق يعني كان أيمن حكيم وكان فجر إبراهيم أثبتوا علو كعبهم من خلال مقارنته مع المدرب معلول. هن بيعرفوا أكيد إمكانيات لاعبينا بشكل صح وبيعرفوا مؤهلاتهم وبيعرفوا بالتالي يحطوا الخطط اللي تتناسب حجم وإمكانيات ومهارة الفريق. بعتقد إنه إن شاء الله يعني طبعا فريق إيران مو سهل أبدا، مثل ما قال الأستاذ محمد لاعبين كلهم مهاريين كلهم محترفين. نحن اللي عنا اللاعبين المحترفين، في حال اكتمل عقد اللاعبين المحترفين فيمكن يطفو أكثر شوي ويرتفع المستوى ويرتقي إلى المستوى المطلوب اللي نحن بننشد إنه يكون دوما نشاهد فريق منتخب سوريا يقدم مباريات رجولية ومباريات تسعد الملايين من المشاهدين. نعم كابتن محمد، فعلا أنت كإعلامي يعني فعلا أين هو المنسق الإعلامي للمنتخب الأول؟ يعني منتخب الرجال الأول يستدعي وجود لجنة إعلامية كاملة، وهناك صفحة خاصة للاتحاد السوري لكرة القدم أيضا لم تواكب ما جرى مع المنتخب، فقط تصوير وصل المنتخب غادر المنتخب نتيجة المنتخب. أين هو دور المنسق الإعلامي المرافق للمنتخب الأول؟ يعني انا لا يعني نحن نتكلم من باب المحبه وليس من باب النقد. يعني بعد اي مباراه في كل دول العالم يخرج المدرب بمؤتمر صحفي، سواء كان المدرب المحلي او كان المدرب يعني مدرب عالمي، اي مدرب في العالم يخرج بمؤتمر صحفي يتكلم فيه عن سلبيات وايجابيات المباراه. الا في سوريا فالمدرب لا يخرج في اي مؤتمر صحفي، يعني لم يصدر اي تصريح منه، لم يصدر اي كلام منه، لا عبر الصفحه الرسميه لا عبر اي تصريح. المنسق الاعلامي بكل تاكيد يعني غائب كل البعد عن موضوع المباراه. يعني كما قلت وصل المنتخب، غادر المنتخب، اكل المنتخب، شرب المنتخب، اجتمع المنتخب، واين بقيه الامور لا توجد. يعني اي بقيه الحاله الفنيه لا توجد، سبب الخساره لا نعلم ما هو، سبب التبديلات لا نعلم، الاصابات لا نعلم ماذا يحصل. يعني حتى كان هناك غموض في اصابه عمر السومه لا احد علم بها الا بعد ان خرج التصريح، وان عمر السومه لجا الى الطبيب البرتغالي الموجود مع المدرب المنتخب البحريني. يعني خروج المنتخب بدون ظهير ايمن يوسف الحموي سيلتحق بالمنتخب اليوم، وهو كان يعاني من فيروس كورونا، وكلنا نعلم في الحاله الطبيه السليمه ان فيروس كورونا بحاجه الى راحه لمده اسبوعين. بعد كل هذه الامور يعني غياب وتعتيم اعلامي واضح، وحتى عندما يكون مؤتمر صحفي في اتحاد كرة القدم للمدرب نبيل معلول يتحدث بالأمور التي يريد أن يتحدث بها هو، وليس في الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه. يعني في كل حقيقة هناك غموض وتعتيم إعلامي. هذا الجو يعني قد تعودنا عليه بعض الشيء في الرياضة السورية، ولكن اليوم بوجود مواقع التواصل الاجتماعي ووجود قنوات التواصل الاجتماعي لم يعد هناك شيء يختبئ على الشارع السوري. يعني أنت تجد الخبر في أكثر من مكان، في أكثر من موقع، في أكثر من مشاهدة، ولم تعد بحاجة. وبدأت الناس بالأقاويل، يعني أحدهم يقول اليوم أن هناك مشاكل داخل بعثة المنتخب السوري في إيران. يعني لماذا لا يخرج أي أحد من البعثة الإعلامية المرافقة ويقول أن المنتخب بخير ويقول أن ليس هناك أي مشاكل وليس هناك أي حالة؟ يعني هل الآن مباراة إيران يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة، إلى الآن لم نعرف ما هم اللاعبين المتاحين لهذه المباراة، من هو سيغيب، من هو سيحضر، من هو سيكون موجود، من هو سيكون غير موجود. وسأتطرق إلى زاوية صغيرة جدا. تفضل إذا سمحت لي. موضوع عمر خربين عليه أن يحل بأي ثمن،
وبأي واقع وبأي حالة على هذا الموضوع أن يحل. عمر الخيبين اليوم هو أحد أفضل اللاعبين المحترفين في آسيا وليس في سوريا، على الصعيد الآسيوي لاعب يحقق نتائج مميزة. إذا كان أخطأ فليس هناك من يخطئ، من هناك لا يخطئ. إذا كنت تريد أن تعمل فأنت ستخطئ بكل تأكيد. عمر الخيبين يكون قد خرج بتصريح، ولكن المنتخب هو الأب وعمر الخيبين هو الابن، والأب لا يرفض ابنه بكل رأي وبكل تأكيد. أتمنى عودة عمر الخيبين إلى المنتخب، أتمنى أن يكون عمر الخيبين في المراحل القادمة متواجد المنتخب، لأنه سيحقق إضافة فنية وإضافة نفسية كبيرة لزملائه. عمر الخيبين لاعب مهم، وبكل تأكيد وجوده داخل المنتخب السوري سيكون مهم جدا. في النهاية نحن نتكلم عن المنتخب من باب الحب وليس من باب النقد، بس لمجرد النقد. نتمنى للمنتخب السوري التوفيق، ونتمنى أن يقدم صورة جميلة أمام المنتخب الإيراني. وإن لم نحقق الفوز، ولكن عندما يكون أداء جميل بكل تأكيد سنصفق، وكلنا سنكون مع منتخب الوطن للوصول إلى الحلم الذي نحتاجه منذ سنوات، وهو الوصول إلى نهائيات كأس العالم بكل تأكيد. نعم فعلا كابتن أحمد، يعني موضوع النجم عمر خريبين من أفضل اللاعبين ليس على مستوى سوريا فقط، إنما على مستوى القارة الأسيوية، وهو يشكل مع عمر السومة أفضل ثنائي طبعا على المستوى العربي. لماذا لا يتم حل هذا الموضوع؟ وسئل المدرب طبعا معلول عن هذا اللاعب، قذف الكرة باتجاه اتحاد الكرة، قال إن الموضوع يتعلق باتحاد الكرة. لماذا هذه الضبابية باتجاه نجم والمنتخب بحاجة لهذا النجم؟ أنا برأيي يجب على اتحاد كرة القدم وعلى اللجان المسؤولة الإدارية طبعا أن يتواصل مع اللاعب، بشكل طبعا مصلحة الوطن فوق كل شيء، فوق أي اعتبار. وما دام هذا اللاعب راح يفيد الفريق لازم يكون موجود. نحن بحاجة لأي جهد سوري يكون موجود مع الفريق. نحن بحاجة أي إنسان يقدر يفيد الفريق، سواء كان بيلعب ضمن الدوري السوري، ولكن نحن يجب أن نعترف بأن كلمة السر بالمنتخب، أو نحن بالتصفيات السابقة كلمة السر هي لاعبينا المحترفين. برجع بنقول أنه نحن اللاعبين المحترفين يجب أن يكونوا موجودين، وطبعا ليس الكل في لاعبين محترفين ما بيلعبوا مع أنديتهم، وهذا يؤثر على مستواهم الفني. أنا أتكلم دوما على الناحية الفنية. فنيا نحن بحاجة لأي شخص محترف خارج قطر، لأن المدارس التي تلعب خارج سوريا بفكر احترافي تعطي للاعب وتهيئه نفسيا وذهنيا أكثر، وحضوره في الملعب يكون أكبر حرفية. لذلك يجب أن يتم التواصل وحل هذه المشكلة من خلال إدارة اتحاد كرة القدم والإدارية المسؤول على المنتخب. وأنا مع أنه إعلاميا يجب، أنا مع الكابتن محمد، بعد أي مباراة يطلع المدرب حتى شخصيا بيقول إيش الأخطاء اللي صارت وإيش النقاط الضعف اللي صارت واللي ممكن يتجنبها في المباراة القادمة. نحن بأمس الحاجة لفرحة من خلال هذا المنتخب الذي يمكن أن يجيد اللاعب مع الفرق القوية ويعيد البسمة لمتابعين الكرة السورية في كل أنحاء الوطن العربي. نعم نتمنى ذلك طبعا. وصلنا نهاية حلقة الليلة، كل الشكر لضيوفي الكرام. كان معي من أخن الألمانية الكابتن أحمد وفا شعار، المدرب والمحلل الكروي، ومن دمشق الكاتب والصحفي الرياضي محمد الخطيب. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.